وعودة إلى جهود التحالف الوطني، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة. دكتور عهود أرحب بك. دكتور بعد التحية. أهلا بحضرتك يا فندم. نعم دكتور، يعني كثير من الكيانات القوية بما فيها مؤسسة حياة كريمة هي المكونة للتحالف الوطني، إلى أي مدى تمكن التحالف حتى الآن من تحقيق أهدافه المرجوة منذ نشأته وحتى الآن؟ احنا لو بصيت لها على الشق الأولاني والأهم هو الوصول للمستفيدين بشكل افضل ومتميز وبدون اللخبطه، المستحقين دولت اخذوا قبل كده مساعدات من مؤسسه ثانيه ولا لا، فانا حتى ان احنا حققنا اكتر مما توقعناه اول يوم اجتمعنا، وعشان كده هدينا 100%، لان احنا حقيقي قاعده البيانات اللي ارسناها من اول يوم واليه العمل فيها قدر كبير من الشفافيه والمهنيه خلتنا نبقى واقفين على خطه مشتركه وقاعده بيانات متشاركه ما بيننا تقدر تعرفنا احنا بنقدم الخدمات بشكل وجوده كويسه وللمستحقين فعلا ولا لا. نعم دكتور عهود، يعني بصفتك احد قيادات التحالف الوطني للعمل الاهلي، يعني حدثينا عن بعض الانجازات التي تحققت حتى الان، يعني تابعنا في تقارير سابقه في نشر بعض الانجازات التي تمت من خلال التحالف، لكن ما هي ابرزها؟ انا بالنسبه لي هخليها حاجات ما كانتش، يعني الانجازات بالنسبه لي هي الحاجات اللي ما كانتش بتحصل قبل وجود التحالف في المجتمع المصري، وعلى راسها القوافل اللي كانت بتقدمها مؤسسات المجتمع المدني بشكل تشاركي في المحافظات، واللي لفت تقريبا نص المحافظات في شهور قليله وقدمت خلالها خدمات متنوعه، على راسها القوافل الشامله اللي احنا عملناها. الحاجه الثانيه قاعده البيانات اللي احنا عملناها اللي خلتنا قدرنا نوصل لعدد مستحقين اكبر من المتوقع، وما نساعدش نفس الناس اللي كانت بتسيء استغلال المجتمع المدني وتخلي الناس اللي عندها تعفف ما تاخدش ما تستحق. فانا بالنسبه لي بقيمها كده اكتر من ارقام، ولو ان طبعا حضرتك عارفه يعني محققه التحالف يعني في خلال شهور في ارقام، من اول مبادره ازرع اللي ساعدت اكتر من 100,000 مزارع لغايه القوافل الشامله لغايه الفلوس اللي اتصرفت على المستحقين وكان فيها شفافيه تامه، المليارات اتصرفت على ايه بشكل محدد وكنا بننشر ده اول باول، دي كلها نجاحات ما كانتش مسبوقه في المجتمع المدني خالص. اشكرك شكرا جزيلا دكتور عهود وافي رئيس مجلس امناء مؤسسه حياه كريمه، كنت معنا عبر الهاتف.